سلمى، مثل ما بلشنا برنامجنا انه ندعي انه يكون شهر رمضان الكريم شهر التسامح الخير والمحبة والطمأنينة، كمان بدنا نقول انه كثير من الاشخاص يلي بعضهم بيشعر بالطمأنينة والسلام والتصالح مع الذات والاخرين، بنفس الوقت في كثير من السلوك الخاطئ يلي بيتبعه كمان كثير من الاشخاص بيدفعهم لحتى يكونوا بحالة نفسية غير جيدة واضطراب. رح نحكي كيف بيساهم الصيام بتحسين الحالة النفسية لدى الأشخاص بالتفصيل مع الدكتورة رولا صيداوي، اختصاصية بعلم النفس. انعاد عليك دكتورة، رمضان صباح كريم. الخير. رمضان كريم. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير. كل عام وانتم رمضان بخير. كريم. انعاد عليك يا رب. وانتم بخير يا رب. يعني دائما شهر رمضان بيرتبط مع بعض الأشخاص بضيقة الخلق، بالعصبية، بالنرفزة، بيقولوا لك انه هذا متلازمة. الشخص تماما ما تقربوا عليه برمضان ابدا، لا تحكوا معه. خلينا نحكي كيف فينا يكون هذا الشهر على الكل هو شهر للتهذيب النفس، يمكن تمام. تعلم الفضائل اللي هو بيمنحنا اياها من صبر وقوه، وليس يعني مثل ما بيقولوا يكون شهر للخناق والعياط هلا هو لا شك في انه شهر رمضان هو شهر المفروض انه نحن شهر رحمه من الله، شهر يكون فيه الطمانينه عاليه عنا، نسبه الطمانينه هي مستواها عالي عنا، ندرب نفسنا لانه هو هذا الشهر لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مو عارف الله سبحانه وتعالى انه الانسان بيقدر، لا بيعرف انه بيقدر بيستطيع يتحمل، فلذلك كمان بده تدريب من الانسان، فانا لما بدي لقن افكاري ولقن نفسي انه انا هذا الشهر ما حدا يحاكيني، انا معصبه، عم بطبخ بالبيت، عندي ضغط شغل، ظرفي صعب، فمعناتها انا بدي اعيش بحياه استقلاليه بعيده عن العالم الخارجي كله، وبدي يصير نظره الناس سلبيه لي. ثانيا يعني هذا الامر مو محبذ اجتماعيا، اذا ما نحكيها من الناحيه الاجتماعيه، بالاضافه الى الناحيه الانسانيه اللي امرنا الله سبحانه وتعالى نكون تعاملنا برقه برحمه بشكل عام وخلال الشهر بشكل اكثر. دكتورة بالتفصيل، في سلوكيات يمكن بتكون خاطئة بيتبعها بعض الأشخاص، مثل ما ذكرتي دكتورة أنه بعض الأشخاص يمكن بيعزلوا حالهم وبيبعدوا شوي عن المجتمع، بدنا نقضي هذا الشهر على خير، هيك ممكن يقولوا. فخلينا نعرف من حضرتك أبرز السلوكيات الخاطئة اللي ممكن يتصرفها بعض الأشخاص وممكن ما بينتبهوا أنه هي بتأدي لحالة نفسية سيئة أو حتى اضطراب. هلا اذا بيلقن نفسه انه مو بس انا صايم، محيطي كمان صايم، كمان عنده ظرف صعب، كمان هو متضايق ومضغوط ومو قادر انه يعبر اذا مثلا في شيء مضايقه، لانه محترم حرمه الشهر، محترم مكانه الشهر، فليش ما اكون انا مثله؟ ليش ما يكون، ليش حتى هو، انا بقول دوما بالاعمال الانسانيه المنيحه، لا خليني اكون متفوقه، خليني انا اتفوق، انا انشر السلوك الحسن مو الغير هو ينشر السلوك السلبي ويعلمني اياه، فانا بدي لقن نفسي. برجع بقول اكيد اول شيء لقن نفسي، انا لما بلقن نفسي، نحن هون بشهر رمضان افضل الشهور والايام افضل الايام، شهر امرنا الله سبحانه وتعالى نحن نشعر بالناس، مو انه نعاملهم بتعامل سلبي لاني انا مو قادر لاني صايم، فهون انا بدي لقن نفسي اكيد، وبدي اعلم اولادي، ما انا بالاول والاخير انا يعني قدوه امام اولادي، اذا لقنت نفسي الامور تمشي نوعا ما على ما يرام، ما رح نقول 100% نوعا ما. اكيد. طيب دكتوره خلينا نحكي اليوم، في اشخاص بيعتمدوا اليات انه مثل ما قلتي لتدريب نفسهم، قد ايه الفتره اللي لازم الواحد يقعد هيك مثلا يتدرب فيها شوي شوي على تخفيف العادات السلبيه لحتى في رمضان نكون قدرانين فعلا نستفيد من هي الطاقه الروحانيه اللي بيعطينا اياها اساسا شهر الخير؟ هلا هي اكيد الساعه بيقولوا الانسان بتتغير، هي ساعه اللي هو منظم وقته، منظم فطوره، منظم مثلا قهوته، منظم كثير امور، اكيد هي رح تتغير، يعني رح تاثر سلبا، ما بننكر هذا الامر، لكن بالمقابل احنا في عنا طاقه ايجابيه عاليه، طاقه روحانيه عاليه، من خلال يعني هو بشكل عام الصائم هو هذا الشعور، شعور بالاخر، هو اصل الفكره انه صائم له اجر كبير، وهو في عم يصير عنده هي الطاقه العاليه، الطاقه الروحانيه العاليه، فانا ليش ما استثمرها؟ انا بدي ادرب نفسي، بدي ادرب نفسي بتحمل الكلمه الصعبه، بتحمل قدر الامكان، اول مره هي قد تكون صعبه لكن بعدين بتصير ملكه، ما هو الغايه مو بس نحن شهر رمضان طلعنا منه هالشهر، الغايه لبعدين تستمر، ما هي الـ 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 الامر انه بدنا نكون نحن بعد شهر رمضان صار عندنا ملكه، صار عندنا خلال السنه انه نحن هذا شهر تدريب، تدريب حتى نقدر نكون عنا عاداتنا نوعا ما نقول ايجابيه، نتحمل الاخر، ايضا يكون عنا هي الطاقه الروحانيه العاليه، نستثمر هذا اوقات الشهر الفضيل، وله بركات كثيره على الانسان.
كيف بتشوفي الأشخاص يمكن المتصالحين مع ذاتهم بقبل أيام شهر رمضان المبارك قادرين فعلا أنه يكملوا الشهر الكريم وهن بحالة نفسية كتير جيدة ويكتسبوا كتير فوائد من شهر رمضان الكريم ويكونوا كمان مثل ما قلنا يمكن قدوة لغيرهم؟ هلا هن عندهم يقين، انا بقول انه هذا الشهر بده يستثمروا بالشيء المفيد، ما يروحوا بشكل لا زعل ولا مشاكل ولا قال ولا قلنا ولا خصومات بالعمل، مجرد ما هن لقنوا نفسهم انه انا هذا الشهر بدي استثمره وبالشيء المفيد وفعلا اني انا اقدر، يعني شهر هو فرصه لا تعوض، فلما امرنا الله سبحانه وتعالى فيه امرنا لغايه ولحكمه، فانا ليش ما استثمره بالشيء المفيد؟ ليش ما استثمره بالطاقه الروحانيه العاليه؟ ليش ما استثمره اعلم اولادي؟ ليش ما اكون قدوه حسنه؟ هلا انا ما عم اقول 100%، اكيد نحن بدنا نكون واقعيين، لكن قدر الامكان، قدر المستطاع بقدر انا والله سبحانه وتعالى بيساعدني، قدر المستطاع يعني، لو حصلت خلال شهر رمضان غيرت من عاداتي السلبيه الى عادات ايجابيه، لو بنسبه 10% 20% معناتها انا ربحاني. أكيد. طيب دكتورة كمان في أشخاص بيكون مثل ما قلتي هذا الشهر لهم هو فرصة إيجابية فبيكون بيستفيدوا بزيادة صلة الرحم حتى يمكن الهدوء، بيحاولوا يدربوا نفسهم على الهدوء، قد ايه يمكن في طاقة إيجابية أصلا ترتبط فينا بهالشهر؟ نعم. إذا حدا زعلان بيحاول يصالح اللي هو زعلان منه، إذا حدا متضايق بيحاول يزور اهله، قد ايه كمان لازم نستفيد من هي الطاقه تمام. الايجابيه المرتبطه بهالشهر. هلا هو شهر رمضان اكيد بتزيد اواصر المحبه، بتزيد الاجتماعات، بتزيد التواصل بين الناس، نحن دوما بنقول مثلا جارتي، رفيقتي، صديقه غاليه علي، انا بتواصل معها، قد هي ظرفها ما يسمح، عندها ظرف صعب، انا بادر هالمبادره الحسنه، فانا بدي احاول اكسر هذا الحاجز والروتين، طبعا نحن ما بنوصل لمرحله انه ما نعود نحكي مع بعض، نحن من اساس ما بنخلي هذا الامر يتفاقم، لكن اذا لا سمح الله في مشكله بين شخصين، اذا بنقدر نصلح بيناتهم لا مانع، بنعلم اولادنا صله الارحام، نسال عنهم، هو السؤال عن الشخص المحتاج، السؤال احيانا الاحتياج ليس مادي، قد يكون بتليفون نهتم فيه نسال عن صحته، مو دوما الاحتياج مادي، فنحن بدنا نغير هي العادات والافكار المغلوطه بعادات ايجابيه. دكتوره خلينا نحكي عن الجانب المادي اللي هو كمان كثير مهم، اليوم في اشخاص كثير محتاجين وظروف اقتصاديه كثير صعبه، قد ايه كمان شهر رمضان الكريم هو فرصه لحتى يمكن نتذكر الاشخاص المحتاجين، الاشخاص يمكن اللي على سفره الافطار يمكن ما في طعام مثل باقي العائلات، اليوم حتى في يمكن بعض الناس بيتذكروا بعض جيران مثلا بسكبه، هي العادات الحلوه القديمة. هي العادات اللي كانت تمام. قديمه ونتمنى انها تكون تضل موجوده، فدائما مهم هذا الشيء انه نحن نرجع نرجعها ونحس بكل ناس محتاجه. هلا في فكره انه احيانا بالعائله نحن مثل ما ذكرتي انه هي السكب القديمه اللي كانت موجوده، احيانا ببناية جيران هن بيكونوا كل يمكن 10 ايام بيطلع على مره واحده، لكن هي علمت الاولاد انه نحن شو معناتها عم نشعر بالشخص الثاني، قد تكون جارتي مريضه، هي مو لانه بحاجه بقدر ما هي مريضه بحاجه مين يسال عنها اكثر من حاجه الماديه للسكبه او للطعام، فهي الامور انا بعلم اولادي، بدي اكون انا قدوه فيه وبعلم اولادي. بشهر رمضان العزايم طبعا هلا قدر المستطاع، اذا ما بنقدر ممكن باقل كلها شيء بسيط، يعني نحن كمان بالوقت الحالي والظرف الاقتصادي الصعب ما بدنا نكون فوق الحمل، فبس قدر الامكان حتى نعلم اولادنا انه للاسف بداوا يفقدوا هي هذا الجوهر بقيم شهر رمضان، فنحن بدنا نرجع هي القيم الانسانيه والقيم العاليه. اكيد مثل ما قلتي دكتوره يمكن هي القيم هي كثير مهمه تكون موجوده كل كمان ايام السنه مو بس هذا الشهر، هذا الشهر فرصه صغيره اذا دربنا حالنا فيه ممكن نستفيد فيه لبعدين. أهم النصائح اللي تحبي توجهيها لكل الناس اللي عم بتتابعنا ممكن فعلا تدرب حالة على الهدوء وتستفيد من شهر رمضان. أنا بشكل عام بقول إذا أنا عندي موعد مهم، موعد مهم ما بلقن نفسي وبدرب نفسي انه انا بهالموعد مهم بدي اكون مهتمه بحالي، بدي اكون حركاتي مراقبه، بكون كلماتي مراقبه، كيف بقدر بضبط نفسي خلال ساعتين ثلاثه من اللقاء؟ كمان هون بقدر اضبط نفسي لكن بالتدريج، فانا لما بدرب نفسي بقدر بنظم اكلي، بحاول نحن بنقول دوما على السحور ما في الاكلات اللي فيها كثير نشويات، اللي فيها كثير سكريات، هي نبعد عنها لانه هي بتعملنا
كمان بتزود لنا العصبية خلال اليوم. يعني قدر الإمكان، أنا ما راح أقول بشكل نمنعها مناعة كامل، قدر الإمكان أيضا نحن نهتم بغذائنا، نهتم بصحة التواصل مع أولادنا، يعني حتى إذا كان ما نشوفهم مو عارفين شو عم يعملوا، هي نقطة بتعمل لها طاقة إيجابية عالية. نسأل عن والدينا دوما، الكبار بالعمر هن بركتنا بنقول، خلينا نحن دوما ننشر السلوك الإيجابي، مو نتعلم السلوك السلبي. أكيد أكيد. كل الشكر لك دكتورة لكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ونتمنى فعلا يكون الصيام بالدرجة الأولى صيام عن الأذى، عن مذمة الناس، ويكون شهر رمضان الكريم شهر المحبة والتسامح والإحساس بالغير. شكرا لك دكتورة لوجودك، ورمضان كريم ينعاد عليك. شكرا لكم، كلام وأنتم بخير. شكرا لك.